Meningkat acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan solawat Nabi, yang akan dibacakan oleh saudara Alwi Abdurrahman. Kepada saudara Alwi Abdurrahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Mari kita sareng-sareng mau salawat kangge junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi kawula awali. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مونغو صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على النبي صلاة الله على الرسول سلام على النبي صلاة الله على
الرسول سلام الله ونورك للمسلمين رحمة للعالمين ونورك للمسلمين رحمة للعالمين. Monggo. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Cukup semantan saking kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.